بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالميديكال جاز كجزء من أجزاء البلامينج ماتريكس. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة. كنا حطينا مع بعض كده المحاضرة اللي فاتت الأوتلاين الخاصة بالديزاين وإزاي إن أنا بعمل الخطوات بتاعة التصميم بتاعتي، وقسمناها لحاجتين أساسيتين اللي هي الكالكوليشن والحاجة التانية اللي هي خاصة بالدروينج. تمام. ففي الكالكوليشن قلنا ان انا بشكل اساسي لازم احدد اللي هو الجاس سورس بتاعتي او الاحجام بتاعت الجاس سورس اللي انا محتاجها، وده بيتم وفقا لعدة خطوات. لازم ابقى عامل حصر للغرف والاماكن اللي هي محتاجة ميديكال جاز عندي في المستشفى وانواع الغازات دي نفسها، وبعد كده بحدد اللي هي كميات الاستهلاك وفقا لعدد السراير الموجودة وباستخدام اللي هي المعادلات الخاصة بالدايفيرسيتي فلو، فبحدد اللي هي الاستهلاكات السنوية، وبعد كده بحدد اللي هي الاستهلاك الخاص بالغاز زي مثلا الاكسجين، واخدناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة. النهاردة ان شاء الله هنكمل عن نوع تاني من الغازات اللي هو النيتروز اوكسايد او الـ N2O. فبرضو هتلاقي عندك نفس الخطوات هي اللي عملناها في الاكسجين. لازم ابقى عارف الغرف اللي هي تحتاج N2O عندي في المستشفى، وابقى عارف عدد السرير الموجودة فيها. بعد كده بدخل على اللي هي المعادلات الخاصة بالدايفرسيفايد فلو. تمام. فهنا بيندلك اللي هي الديبارتمنت او اللي هي القسم بتاعك والغرف المختلفة الموجودة فيه، وكل مكان من الاماكن دهيت بيديلك على طول المعادلة بتاعت الدايفرسيتي فاكتور او اللي هي الدايفرسيفايد فلو، فبتعوض بعدد السرير الموجودة، فبيطلع لك اللي هي كمية الفلو اللي انت محتاجها من النوع ده من الغازات. تمام. زي مثلا اللي هي الاكسيدنت والامرجنسي ريسوسيتيشن روم بيرترولي سبيس، يبقى هنا الاماكن بتاعه الحوادث الاستقبال وحاجات زي كده. يبقى هنا ادي المعادله بتاعتها 10 زائد ان ناقص 1 في 6 على 4. بالنسبه لغرف العمليات بيبقى هنا الكيو عندك بتساوي 15 بلس ان تي ناقص 1 على في 6. تمام. وبعد كده عندك اللي هي الماترنيتي اوبريتنج سويتس اللي هي من المعادله اللي هي كيو بتساوي 15 زائد الان اس ناقص 1 في اللي هي ال 6. وقلنا اللي هي الان والان تي والان اس. تمام. دي هتلاقيها برضو في سلايد اللي هي خاص بالاكسجين. تمام. الان اللي هو عدد السراير، الان اس اللي هو نمبر اوف اوبريتنج سويتس، والان دبليو اللي هو نمبر اوف وارد، واللي هي الان تي اللي هي نمبر اوف ايه نمبر اوف سيترز. ماشي. فهنا بتشوف عدد اللي هي السيترز بتاعت الاوبريتنج، وعلى اساس بتعوض في المعادله فبتوجد اللي هي الدايفرسيفايد فلو اللي انت محتاجها. بالنسبه هنا ده عدد اللي هي السراير، ده بالنسبه ده اللي هو الان اس عدد اللي هي السويتس الموجوده عندك الخاصه بالاوبريتنج. طيب بعد كده بيبقى هنا عندك اللي هي البرايمري سورتس از مانيفولد. يبقى هنا بناخد بالنا N2O ده يعني ما فيهوش اوبشنز كتير، فهو دايما بيبقى ايه البرايمري بتاعك اسطوانات. الاسطوانات ديت اللي هي الاوتوماتيك مانيفولد عشان نحسب الحجم بتاع الاسطوانات وعددها قد ايه. فهنا بقول والله ان الفوليوم بتاعي يبقى يعادل اللي هي كميه الفلو الكليه بتاعه ال N2O، هضربها في 60 في حوالي اللتر بير اور، اضربها في 8 ساعات اللي هي عدد ساعات التشغيل اليوميه في الاستورج دي او اللي هي عدد ايام اللي هي التخزين، وده برضو بتتوقف اذا كان في تليمتري او ما فيش، فبيطلع الكمية الكلية باللتر. عشان توجد عدد الاسطوانات فبتقسم الحجم الكلي على الحجم بتاع الاسطوانة الواحدة. فحجم الاسطوانة الواحدة بتاعت الـ N2O يبقى 8900 لتر، ودي برضو هتلاقيها موجودة عندك في الـ HTM اهو بالنسبة للنيتروز اوكسايد. فاللي احنا بنستخدمها اللي هي الـ 8900 اللي هي الـ G size. تمام. يبقى هتلاقي عندك الـ usable بتاعها 8900 والنومينال بتاعها 9000 لتر موجود عند ايه 137 بار. ماشي. بعد كده طبعا الاسطوانات دي زي ما اقول لك لازم تبقى عدد زوجي، بحيث ان احنا نقسمها على تو بانك ما بينهم اللي هو الاوتوماتيك مانيفولد، وبعد كده التو بانكس دولت بيبقى عدد الاسطوانات فيهم متساوي. فزي ما بقول لك لو طلعنا مثلا خمس اسطوانات، لا بنرفع اسطوانه نخليها ستة بحيث ان هي تبقى 3 يمين و3 ايه 3 شمال. طيب العدد اللي هي الايام بتاعه التخزين زي ما قلنا وفقا اللي هي ايه اذا كان في تليمتري او ما فيش. تمام. او تاخدها في المتوسط في حدود 4 ايام مش اقل من كده.
طيب بعد كده عندك اللي هو السكندري سورس او المصدر الثاني الثانوي، المصدر الثاني الخاص بالغاز الـ N2O، فده برضو بيبقى عبارة عن اسطوانات وبيتم حسابه من خلال اللي هي كمية الديماند بتاعتك، بنضربها في 60 بضربها في 4 ساعات فبيطلع الحجم الكلي باللتر. لما بقسم اللتر ده على اللي هو السلندر فوليوم او اللي هي الحجم بتاع الاسطوانة الواحدة فبيطلع لي عدد الاسطوانات، لازم برضو اقسمها على 2 بانك يمين وشمال متساويين في العدد بحيث ان كل بنك يكفي لمدة ايه؟ لمدة ساعتين. طيب بعد كده ده بالنسبة لمين؟ للي هو الغاز بتاع الـ N2O. برضو هنا في الاكسل شيت بتاعتنا هتلاقي يعني القصة بتاعت الحساب اللي هي الجاز سورس بالنسبة للغاز الـ N2O، وهتلاقي فيه في الفلوريد دوت برضو متقسم تابس من تحت هتلاقيها على حسب نوع اللي هي الغاز بتاعك. هذا هو بتحط برضو كمية الفلور اللي انت محتاجها قد ايه وعدد ساعات التشغيل بتاعتك، وهو بيقوم بالواجب ان هو بيروح يطلع لك عدد الاسطوانات ويقسمها لك بحيث ان كل بنك ده يطلع قد كذا تمام، وبالنسبة لي اللي هو السكندري قد كذا، وبالنسبة لي الريزيرف بتاعك قد كذا تمام. فالاكسل شيت ده من الاخر يعني مجرد بس انت تعمل مدخلين بس تطلع على طول اللي هي كمية الاسطوانات اللي انت محتاجها بالنسبة لغاز الـ N2O تمام. وبالنسبة برضو للفلوريت اهو اللي هو هتستخدمه طبعا في الشيت ده، فهنا ده هو الـ N2O فلو، فمجرد بس ان انت تحط عدد اللي هي السراير او عدد اللي هي السيترز او عدد السويتس على حسب تمام اللي بيطلب منك في المعادلة تمام، وده هو الاختصارات بتاعتها، فبيطلع لك على طول اللي هي كمية الفلو اللي انت محتاجها. طيب هتلاقي بعد كده الحاجات كلها يعني شبه بعضها، يعني احنا كان الاساس بتاع الاكسجين، وبعد كده هتلاقي الحاجات سواء كان الـ N2O الـ N2O2 ميكسشر تمام، ده كل ده هتلاقيه شبه بعضه ما عدا يمكن شويه المختلف اللي هي الحاجات بتاعه الاكيومنت اللي هي زي ميديكال اير زي الميديكال فاكيوم تمام، الاي جي اس اس هنشوفها مع بعض ازاي ان احنا بنعمل السايزنج الخاص بيها. طيب برضو بالنسبة لي اللي هو الانتونوكس او اللي هو النيتروز اوكسايد اوكسجين ميكسشر، يبقى هنا برضو بشوف الغرف اللي هي بتحتاج اللي هي النوع ده من الغازات، وزي ما تعرفنا في المحاضرة السابقة على حسب طبعا التوزيع بتاع الفراغات وهل بيوفرها للمهندس بتاع الاركتكشر ولا لا، لو مش بيوفرها بتاع الهندسة الطبية او المعماري يبقى هنا بشوف الـ HTM بيطلب ايه انواع غازات في كل غرفة من الغرف الموجودة عندي، ومن خلال الفرش بقى اعوض اللي هي في المعادله بتاعه الدايفرسيفايد فلو تمام. هنا بيدي لك في الغاز ده برضو هنا الجدول بتاع الدايفرسيفايد فلو تمام، فبتشوف مثلا ماتيرنيتي اللي هي الغرف بتاعه الولاده، لو كانت اقل من 12 يبقى هنا بتعوض في المعادله ديت اللي هي كيو بتساوي 275 بلس ان ناقص 1 في 6 على ال 2، ولو كانت اكتر من 12 يبقى في الحاله دهيت يبقى ايه بتحط اللي هي المعادله الثانيه اللي هي 275 في 2 زائد ان ناقص 1 في 6 على ال 2. في بالنسبه لي اذر ارياز او اللي هي باقي الغرف اللي هي بتحتاج النوع ده من الغازات فبتعوض في المعادله ديت. بالنسبه لي اللي هي الاكيومنت سيرفيس روم تمام اللي هي غرف بتاع تجهيز المعدات وغيرها تمام، فلو انت هتحتاج فيها الغاز ده فانت بتحتاج بس 275 لتر بير مينت ونو اديشنال فلو انكلودد، يبقى هنا مش بتحتاج ايه اديشنال فلو. ناخد بالنا بقى من الملحوظه دهيت، قال لك ذا ريكوارد فلو از كالكوليتد اكوردنج تو ذا فولونج ايكويشن اللي هي 20 زائد ان ناقص 1 في اللي هي 6 على ال 2 تمام، اللي هي المعادلة ديت في 6 على ال 2 مش 275 يعني نوت 275 بلس ان ناقص 1 في 6 على ال 2. قال لك ليه بقى؟ قال لك بيكوز اول تيرمينال يونتس شود بي كابيبل اوف باسنج 275 لتر بير مينت فور ا فيري شورت بيريود، يعني القصه بتاعت ال 275 دهيت يا دوب بس بيستخدمها في الفتره صغيره جدا 5 ثواني ولا حاجه، يبقى لا تتعدى ال 5 ثواني، لكن النورمال بتاعها بيبقى 20، النورمال بتاعها بيبقى 20 لتر ايه لتر بير مينت تو سبلاي جاز باي ذا بيشنت اند ا كونتينوس فلو اوف ايه 20 لتر بير مينت، هنا يا دوب بس يبقى بيشغل لمده 5 ثواني اللي هي 275، وبعد كده الحاله النورمال بتاعتك بتبقى ايه بتبقى 20 لتر في الدقيقه.
the actual flow wouldn't normally exceed 20 لتر per minute. يعني هنا شوية بيحب يوفر في اللي هي كميات الاستهلاك بتاع النوع ده من الغازات اللي هو الانتونوكس. فلما بيجي يحسب اللي هي المعادلة بتاعت الدايفرسفايد فلو بيحسبها على ان هو مش بيعوض بقى بال 275، لا بيحط ان هنا ده 20. ليه؟ لان ال 275 دي يدوب بيستخدمها زي ما بقولك لحاجة صغيرة او مدة زمنية صغيرة لا تتعدى 5 ثواني. اما النورمال فلو بتاعها بيبقى في حدود قد ايه؟ في حدود 20 لتر في الدقيقة. طيب لما تيجي تحسب بقى اللي هو البرايمري سورس ده طبعا بيبقى اسطوانات كلها. طب الاسطوانات دي بحسبها ازاي؟ بحسبها من خلال الفلو، اضربها في 60 في حوالي اللتر بير اور، بضربها في 8 ساعات في 4 ايام، فبيطلع عندي الكميه باللتر. لو قسمت الكميه دهيت على حجم الاسطوانه الواحده اللي هي 4740 لتر، دي موجوده برضو عندك في الاتش تي ان، يبقى هتطلع عندك اللي هي عدد ايه اللي هي الاسطوانات اللي انت محتاجها. طبعا لازم يبقى زي ما اقول لك عدد زوجي، بحيث ان العدد اليمين هو نفسه يعادل اللي هو عدد الشمال الموجود عندك في المانيفولد. السيرد سورس برضو من المعادلات الاتيه، بتشوف عندك كميه الفلو بضربها في 60 بضربها في 4 ساعات وتطلع الكميه بي اللتر، والحجم ده بقسمه على عدد الاسطوانات على اللي هي حجم الاسطوانه الواحده اللي هي 4740، فبيطلع عدد الاسطوانات بقسمها برضو على ايه على 2 بانكس. بالنسبه لي اللي هو غاز الميديكال اير، برضو هنا بحصر اللي هي الغرف اللي بتحتاج اللي هي الميديكال اير، بعوض في المعادلات اللي هي بتاعه الميديكال اير على حسب طبعا الديبارتمنت وعلى حسب الغرف الموجوده في كل قسم من الاقسام دهيت. تمام، فبوجد اللي هي من خلال المعادلات دهيت كميه الفلو اللي انا بحتاجها. تمام، هنا في الحالة دهيت بقى بيبقى عندك بالنسبة لي primary source زي ما احنا برضو يعني خدناه في المحاضرات السابقة اللي هي اكتر من option للاختيار الخاص به الميديكال اير سورس. المصدر الاساسي بتاعك لازم يبقى كومبريسور، ما ينفعش بقى اسطوانات، يبقى المصدر الاساسي لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى كومبريسور. المصدر الاحتياطي بقى ممكن يبقى كومبريسور وممكن يبقى مانيفولد يعني سلندر. تمام، الريزيرف بيبقى سلندر. طيب قالك هنا الاوبشن الاولاني ان انت هتستخدم دوبلكس كومبريسور سيستم، في الحالة دهيت السكندر بتاعك هيبقى اوتوماتيك مانيفولد سيستم وده يكفي لمدة 4 ساعات، وفي الريزيرف بيبقى اوتوماتيك مانيفولد ايه سيستم بنستخدمه لي اللي هي الهاي ديبندنسي اريا او اللي هي الاماكن الحرجة زي الانتنسيف كير يونت وزي اللي هي الحضانات بتاعت الاطفال وغرف العمليات وغيرها. طيب ده اللي هي بالنسبة لي اللي هو الريزيرف. طيب في حالة ان انت هتستخدم تو كومبريسور اوف اتريبلكس كومبريسور سيستم، يعني انت هتجيب واحده بتاعه كومبريسور فيها 3 كومبريسور، 2 منهم هتستخدمهم كبرايمري والثالث بيستخدم كسكندري، في الحاله دهيت الريزيرف بتاعك بيبقى الديزاين بتاعه بقى مش على الهاي ديبندنس اريا، لا بيبقى على الوول، يبقى هنا بيبقى خاص بالديماند الكلي بقى الديماند الكلي بتاع ايه بتاع المستشفى. كذلك الامر بالنسبه لو انت هتختار واحده برضو كوادروبلكس او اللي هي الرباعيه، تمام، فهنا برضو 2 منها بتستخدمها كبرايمري و2 سكندري، وبعد كده بتستخدم اسطوانات ريزيرف بتغطي الموقع ككل. ال برايمر سورس از كومبريسور سيستم، طبعا الكومبريسور تايب هنا بيبقى اما ان هو بيبقى ريسوبريكيتنج بيستون كومبريسور او روتري فان كومبريسور او روتري سكرو كومبريسور. تمام، يا اما فان يا اما سكرو يا اما ريسيبروكيتنج بيستون. شويه الريسيبروكيتنج بيبقى الصيانه بتاعته بتبقى كتير اكتر من الانواع التانية. تمام، زائد طبعا الفايبريشن بتاعه والصوت بتاعه بيبقى عالي جدا عن اللي هي باقي الكومبريسور، يمكن اقلهم اللي هي السكرو واشهرهم اللي هو السكرو كومبريسور اللي ايه بيستخدم في اللي هي الكومبريسور بتاعه الميديكال اير. اللوبريكيشن اما ان هو بيبقى حاجه اسمها اويل لوبريكيتد، يبقى هنا اللوبريكيشن بتاعه او التزييد بتاعه بيبقى عن طريق الزيت، او حاجه اسمها اويل فري كومبريسور. الاويل فري كومبريسور بيبقى اغلى في السعر من اللي هو الاويل لوبريكيتد، لان هو كده مش بيخرج في الهواء بتاعه بيخرج زيرو اويل، يبقى هنا مش بيخرج معاه دروبلتس خاصه بيه اللي هي الزيوت، فبيبقى في فاصل للزيوت بشكل كبير جدا، الفلتره بتاعته بتبقى عاليه، فبالتالي السعر بتاعه بيبقى اغلى من اللي هو الاويل لوبريكيت. طيب
طبعا عشان تحسب اللي هو الكمبريسور فلو، فهو بتحسبه على طول من كميه الديماند اللي انت محتاجها. خلاص انا حصرت الغرف اللي انا محتاج فيها ميديكال اير، عرفت عدد السراير، عوضت في المعادلات اللي هي بتاعه الدايفرسفايد فلو، يبقى هنا بحسب اللي هي ايه الكميه الكليه بتاعه الديماند، هو نفسه اللي هي الكميه بتاعه الكمبريسور اللي انا محتاجها. تمام. بعد كده كومبريسور بريشر، طبعا عندي اللي هو السيستم بتاع الميديكال اير بيشتغل عند 4 بار او اللي هي 400 كيلو باسكال. تمام. وبيدي سماحيه للبريشر دروب في حدود 20 كيلو باسكال. تمام. اللي هي بنسبه تقريبا توصل 5%. تمام. ففي الحاله دهيت قال لك ان الكومبريسور بريشر يبقى يغطي معاك البريشر دروب بلس اللي هي الضغط بتاع السيستم نفسه اللي هو ال 4 بار، يعني هيبقى عند 420 كيلو باسكال. Number of compressor is 2 for even duplex or a triplex or quadruplex. يعني هنا ناخد بالك من اللي انت لو هتستخدم اللي هو الدوبلكس كومبريسور اللي هي الوحدة اللي فيها اتنين كومبريسور، فالاتنين دول برايمري. تمام. الاتنين دول ايه؟ مصدر اساسي. خد بالك المصدر الاساسي ده نفسه اللي هما الاتنين كومبريسور كل واحد فيهم بيديني total demand. تمام. بيديني التوتال demand، فجوه البرايمري نفسه بيبقى جواه واحد شغال والتاني بيبقى ايه؟ بيبقى واقف، وبعد كده يبدل مع بعض. تمام. بالنسبه للتريبلكس اللي هي الوحده الثلاثيه برضو هنا بيبقى اتنين منهم برايمري، جوه البرايمري ده في منهم واحد شغال واحد ايه واحد يفصل، بحيث ان كل كومبريسور منهم بيدينا برضو اللي هي ايه التوتال ديماند. طيب بالنسبه للاير فيزل او اللي هي الريسيفر نفسه او اللي هو التانك بتاع الهواء. تمام. التانك بتاع الهواء ده بيتم حساب الحجم بتاعه ازاي؟ قال لك ان الفيزل فوليوم يعادل كومبريسور فلو بي اللتر بير مينت، هتضربها في نص في 1 دقيقه. تمام. يبقى بضربها في نص في 1 دقيقه، يبقى بشوف الكومبريسور فلو قد ايه اللي هي الديماند يعني، واروح ضربها في نص واضربها في دقيقه، يبقى تطلع عندي اللي هي الفيزل فوليوم. قال لك هنا يوز تو ديوتي ريسيفر، يبقى هنا بتستخدم ايه؟ تانكين. يوزنج دوبلكس دراير، يبقى بتستخدم برضو اللي هو الدراير من اللي هو دوبلكس اللي هو بيبقى مزدوج او ثنائي. تمام. سواء كان اللي هو السكند تايب او السيليكا جيل او اكتيفيتد الومينا. تمام. وكنا شرحنا بالتفصيل الجزء بتاع اللي هو الدراير ده اللي هي المجففات بشكل مفصل جدا في اللي هي الجزء بتاع الكومبريسد اير، الجزء بتاع الكومبريسد اير. فالدراير ده هو جهاز او ديفايس معينه من خلاله بقدر ان انا اتخلص بنسبه كبيره جدا من اللي هو الووتر مويستشر او اللي هي البخار بتاع الميه الموجود عندي في الهواء، بحيث ان الهواء في الاخر يطلع لي دراي، بحيث ان هو لو كان رطب يبقى هنا بيبقى فرصه التعرض ان يتكون فيه بكتيريا بتبقى اكبر وبالتالي هيبقى غير صحي. فمهم جدا الجزء بتاع الدراير ده ان هو يغطي معايا الديماند وان هو يشيل اكبر كم من اللي هي المويستشر، بجانب طبعا اللي هو المويستشر سيبريتور اللي بيتم تركيبه برضو على ايه على اللاين بتاعنا. تمام. وده اللي هي الانواع بتاعه الدراير نفسها اللي هو الديسيكنت والسيليكا جيل او الاكتيفيت الومينا. ده اللي هو الانواع دي شرحناها بشكل مفصل في الكومبريسد اير سيستم، لو حابب ترجع للقصه دي. قال لك هنا فور سيستم فلو اكتر من 500 لتر بير مينت، يبقى هنا في حاله اذا كان عندك الديماند ده اكتر من 500 لتر بير مينت يوز 1 ايه ستاند باي فيزل، يبقى هنا بتستخدم واحد ايه بتستخدم ستاند باي ايه فيزل، يعني بتستخدم اير ريسيفر احتياطي. ماشي. يعني انت في الاساس انت تستخدم 2 ديوتي. تمام. لو زاد الديماند بتاعك عن 500 هتستخدم واحد تاني ايه احتياطي. هنا ملحوظه اتش كومبريسور اوف دوبلكس اور تريبلكس اور كوادروبلكس ان سيليكشن كتالوج هاف كاباسيتي ايكوال تو ديزاين فلو. ده القصه اللي كنت بكلمك فيها، ان كل كومبريسور من الكومبريسورز موجوده سواء كان في وحده الدوبلكس او التريبلكس او الكوادروبلكس، كل كومبريسور منهم لو انت عامل سيليكشن وفقا للاتش تي ام من الكتالوجات، يبقى هنا الكومبريسور الواحد بيديني التوتال ايه التوتال ديماند او التوتال فلو اللي انا محتاجه ليه اللي هي السيستم بتاعي. هنا بيتكلم على قصه البريشر دروب، زي ما قلنا ان هنا بيبقى عندي المصدر بتاعي بتاع اللي هو الميديكال اير الكمبريسور نفسه الضغط بتاعه 420 كيلو باسكال، لحد ما بيوصل للتيرمينال يونت الضغط بتاعي بينزل بسماحيه توصل لحوالي 5%. تمام. لا تتعدى 5% اللي هي حوالي 20 كيلو باسكال. فلما بينزل من 420 يوصل عند التيرمينال يونت بكام؟ ب 400.
ده هي نقطة الاستخدام بتاعتك، وبالتالي هنا بيبقى فيه شوية ريستريكشن خاصة بالمسارات بتاعت اللي هي البايبنج بتاعتك، تمام، بحيث ان هي تكون اقل ما يمكن. والحاجة التانية البايب سايز بتاعي بيدخل فيه الفاكتور الخاص بالبريشر دروب، ان هو ما يزيدش عن حد معين عشان ما يزودش البريشر دروب بشكل كبير، يعني لا يزيد عن 5% اللي هي الضغط اللي هو الاساسي او الانيشال اللي موجود عند ايه، عند السورس. هنا طبعا بيقول لك ان البلانت مانيفولد اوتلت بريشر، ده اللي هو يعني الضغط اللي خارج من الكمبريسور، يبقى 420 كيلو باسكال. البريشر سيفتي فالف يبقى 530 كيلو باسكال، ده اللي بيتكلم على السيفتي فالف او الريليف يعني. وبعد كده بيبقى فيه بريشر سويتش بيبقى محطوط للالارم او للتحذير، تمام. بيبقى ليه سيت بوينت اللي هي الهاي بريشر واللو بريشر. هاي بريشر بتاعته 500 كيلو باسكال، واللو بريشر بتاعه بيبقى 370 كيلو باسكال. الكلام ده كله موجود عندك في، هتلاقيه في الاتش تي ام بارت اي برضو شابتر اي 4. فده بالنسبة لي اللي هو الميديكال اير، بالنسبة للأكسجين، بالنسبة للنيتروز أكسيد والنيتروز أكسيد أكسيد أكسجين ميكسشر، يبقى ده كله بيتابع تحت اللي هو الكيرف ده، ان السورس بتاعي الأساسي بيبقى 4 بار، والسماحية بتاعتي 5% بريشر دروب من الضغط الأساسي، تمام، بحيث ان هو يوصل عند نقطة الاستخدام بتاعتك حوالي 4 بار بالظبط. هنا بيبقى عندي برضو اللي هو السكندري سورس، اللي هي المصدر بقى الثانوي او المصدر الثاني الخاص بي اللي هي الميديكال اير. فممكن يبقى المصدر الثانوي ده ممكن يبقى كومبريسور وممكن يبقى مانيفولد، لكن المصدر الاساسي اللي هو البرايمري يبقى الزام ان هو يبقى كومبريسور. طيب if primary source is a duplex compressor، يبقى هنا لو كان عندك الكمبريسور اللي هو او الاوبشن اللي انت اخترته في البرايمري دوبلكس كومبريسور، يبقى في الحاله ديت انت هيبقى عندك المصدر الثانوي اسطوانات، يبقى يوز جاز سلندر مانيفولد اس سكندري ايه، اس سكندري سورس. عشان احسب الحجم بتاع الاسطوانات، فانت بتشوف عندك الديماند فلو بتاعك قد ايه، بضربها في 60 في 4 ساعات، فبيطلع لك حجم ايه الكل بتاع الميديكال اير اللي انت محتاجه. تقسم الحجم اللي انت طلعته ده على حجم الاسطوانه الواحده بتاعه الميديكال اير اللي هي 6220، يطلع لك عدد الاسطوانات. لازم يبقى عدد زوجي بحيث ان انا اقسمها على تو بانك، وما بينهم اللي هو الاوتوماتيك مانيفولد. طيب بعد كده لو كان عندك المصدر الاساسي بتاعك اخترته اللي هو التريبلكس كومبريسور، يبقى هنا اتنين منهم بعتبره برايمري، والتالت بيبقى مين؟ والتالت بيبقى سكندري. يبقى هنا يوز ثيرد وان اوف برايمري اس سكندري سورس. طب لو استخدمت واحده اللي هي كوادروبلكس، يبقى هنا في الحاله ديت ان الاثنين التانيين من اللي هي الكومبريسور بستخدمهم كايه، كسكندري سورس، ولازم كل واحد فيهم يغطي الديماند بتاعي اللي انا حسبته. بالنسبه للريزيرف، هنا بيبقى الحجم بتاعك على حسب الهاي ديبندنسي اريا، ويبقى اضربها في 60 واضربها في 4 ساعات، وده بيطلع بيه اللتر، بقسمها على 6220 فبطلع عدد الاسطوانه. طبعا الهاي ديبندنسي اريا زي اللي هي غرف العمليات بتاعه الولاده، زي الانتنسيف كير يونت او كريتيكال كير اريا، اقسام الحروق وحاجات زي كده. عندك السبيشال كير بيبي يونت اللي هي غرف الحضانات والرعايه بتاعه الاطفال، والبيديتريشن روم اللي هي غرف بتاعه طبيب الاطفال اللي هي رعايه الاطفال نفسها، والاوبريتنج روم اللي هي غرف العمليات. If other than duplex compressor used as primary source, reserve shall be based on wall demand. يبقى هنا تاخد بالك من الملحوظه دهيت، ان المعادلات اللي احنا كاتبينها دهيت اللي هي بتاعه الريزيرف دي اللي هي الهاي ديبندنسي اريا، ده في حاله ان انت هتستخدم ايه دوبلكس كومبريسور كبرايمري سورس، لكن هتستخدم تريبلكس او تستخدم كوادروبلكس، يبقى في الحاله دهيت الاسطوانات بتاعه الريزيرف لازم تغطي معاك التوتال ديماند، مش الهاي ديبندنسي بقى، يبقى لازم تغطي معاك اللي هي التوتال ديماند. برضو عشان تتخيل برضو القصة دهيت، هتلاقي عندك هنا القصة بتاعت الانتونوكس، تمام، وفي عندك اللي هو الميديكال اير اهو. بالنسبة لي اللي هو الجاس سورس سايزنج، فبتحط عندك اللي هو الاستهلاك الكلي باللتر بير مينت، وبعد كده اللي هي الهاي ديبندنسي اريا، تمام، لان هنا دي بتفرق بس في حالة اذا كنت انت هتستخدم نوعية تانية غير اللي هي الدوبلكس، ماشي. بعد كده بيحسب اللي هي عدد، بيشوف عدد ساعات اللي هي التشغيل اليوميه، وبيحسب لك اللي هو الاستهلاك اليومي. طيب هنا بيبقى المصدر الاساسي خلاص اير كومبريسور، ما بيتغيرش ده. هنا مدي لك اكتر من اختيار، اما ان انت هتستخدم دوبلكس او تريبلكس او كوادروبلكس كومبريسور.
تمام. لو هتستخدم دوبلكس كومبريسور فهنا بيدي لك اللي هي الفلو بتاع الكومبريسور قد كذا، بيدي لك اللي هي البريشر بتاعه، وبيدي لك هنا اللي هي النمبر اوف افتر كولر، وبيدي لك هنا اللي هي الاير فيزل فوليوم الحجم بتاع الاير فيزل، وبيدي لك نمبر اوف ديوتي اير فيزل، وبيدي لك اللي هو الستاند باي لو انت زودت اللي هي كميه الاستهلاك تمام، هيتلاقي يدي لك قيمه اللي هو الفيزل الاحتياطي، بيدي لك اللي هو الدراير بتاعك اذا كنت تستخدم ريفريجريتد او اللي هي دي سيكند، وبعد كده بيدي لك اللي هي الفلو اللي بيشتغل عنده، واللي هي درجة التنقية بتاعته او اللي هي بنسميه داست كاربون ديسبريسد اويل بنتريشن، وبعد كده بيدي لك اللي هي البكتيريا فلتر فلو، بيدي لك يعني المعالجات اللي هي خاصة بالميديكال اير، وبعد كده بالنسبة للمصدر الاحتياطي بيبقى اسطوانات، وبعد كده بيدي لك الحجم بتاع الاسطوانات وعددها بالنسبة لي اللي هي الاسطوانات سواء اليمين او شمال اللي هي التو بانكس بتاعتنا. طبعا انت لو غيرت ده خليته تريبلكس على طول هيدي لك ايه السكندري ان هو سيرد كومبريسور اوف تريبلكس، وبيدي لك اللي هو الضغط بتاعه والفلو، والريزيرف بتاعك بيروح ايه يحسب بقى على اللي هي التوتال ديماند. فهنا كان اللي هي نمبر اوف ستورج اور، يبقى هنا 4 ساعات، هنا الجاز فوليوم 7920. طب لو انا استخدمت اللي هو الدوبلكس هتلاقي رقم ده قل. ليه؟ لان هو في حاله استخدام دوبلكس الريزيرف ده او سيرد سورس بيبقى اعتماده على الهاي ديبندنسي ايه اريا، ماشي. ده بالنسبه لمين؟ دي اللي هو الميديكال اير. طيب في بعد كده اللي هو السيرجيكال اير. السيرجيكال اير برضو بشوف اللي هي غرف، يعني طبعا اللي بيستخدم سيرجيكال اير اللي هي غرف العمليات يعني، تمام. بشوف غرف العمليات او الغرف اللي هي بتستخدم سيرجيكال اير، وساعتها هنا بشوف عدد اللي هي الغرف دي نفسها اوبريتنج روم اورثوبيديك اند نيورو سيرجيكال اوبريتنج روم اونلي. هنا لو كانت اكتر من 4 غرف يبقى هنا بستخدم المعادله اللي هي بتاعه 350 بلس ان ناقص 1 في 350 على الاثنين، لو كانت اكتر يبقى بستخدم المعادله اللي بعدها، تمام. لو كانت اي قسم ثانيه يبقى هنا بنشوف الكيو ده بتعادل 350 يعني ملهاش بقى ايه عدد سراير والكلام ده. وبعد كده اللي هي الاكيومنت سيرفيس روم اللي هي بياخد 350 برضو ونو اديشنال فلو ريكوايرد. لما بيقول لك نو اديشنال فلو ريكوايرد معناه ان هو مش بتضيف بقى قيمه، يعني هنا مش بتضيف قيمه للي هي الفلو بتاعك للي هي المنطقه بتاعت الاكيومنت سيرفيس روم، بتعتمد على اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت غرف العمليات الاخرى، يعني كميه الفلو بتاعت غرف العمليات فقط. لما بيقولك نو اديشنال يعني مش هتضيف بقى حاجه زياده. طيب بعد كده بالنسبه لي اللي هي البريشر اللي هي تيبيكال بريشر اند فلو ريكويرمنت فور سيرجيكال تول، على حسب طبعا التوله دي نفسها، فبيدي لك اللي هي قيمه البريشر اللي بتشغلها والفلو اللي انت بتحتاجه عندها، تمام. فبتبقى في حدود يعني 7 بار، ويعني المتوسط بتاعها بيبقى في حدود من 300 ل 350 لتر في الدقيقه، تمام. هنا ممكن يبقى زي ما قلنا السيرجيكال اير ده ممكن يبقى وحده منفصله وممكن يبقى وحده كومبايند مع اللي هي الميديكال اير، تمام. فلو كان مثلا وحده منفصله يبقى هنا بتستخدم سمبلكس كومبريسور يونت، وساعات السكندري بتاعك بيبقى اوتوماتيك مانيفولد لمده 4 ساعات، والريزيرف بيبقى ايه بيبقى لوكالي بيزد انتجرال فالفد سيلندر، بيبقى اسطوانات برده موجوده عندك في اللي هي السايد. بعد كده عندك لو كان ده وان كومبريسور اوف ادوبلكس، يبقى هنا لو كان جبت واحده اللي هي الدوبلكس يبقى واحده فيهم بتستخدمها كبرايمري والثانيه بتبقى سكندري، وبتستخدم اللي هي اوتوماتيك مانيفولد في اللي هي الريزيرف. زي ما قلنا ان انا ممكن اعملها كوحده منفصله وممكن اعملها كوحده كومبايند مع الميديكال اير، فبجيب مثلا كومبريسور بيغطي معايا التو ديماند اللي هو بتاع الميديكال اير بلس السيرجيكال اير، وبطلع بتو لاين، لاين بيبقى راكب عليه بي ار في بيخفض الضغط من 7 بار ل 4 بستخدمه كميديكال اير، واللاين الثاني اللي هو بستخدمه مباشره اللي هو عند 7 بار للسيرجيكال اير. هنا برضو بقول ان الكمبرسور فلو بتشوف الديماند بتاعك قد ايه او الفلو بتاعك قد ايه من المعادلات بتاعت الدايفرسيفايد فلو، بضربها في فاكتور يبقى فروم تيبل، ده هيطلع بيه اللتر بير مينت. الفاكتور ده اللي هو بتشوف عندك التوتال ديماند قد ايه، فبيدي لك اللي هي الاوت بوت او اللي هي الفاكتور بتاعك قد كذا. يعني مثلا لو كان عندك التوتال ديماند اكتر من 500 اكتر اقل من 500، دي اقل من 500، يبقى هنا في الحاله ديت
الفاكتور بتاعك 33%، من 500 ل 2000 يبقى هنا 66%، تمام. لو كان من 2000 ل 3500 يبقى هنا 66%، من اكتر من 3500 ل 7000 يبقى ايه نص، تمام. فده الجدول ده برضو موجود عندك في ال HTML عشان تحسب بيه اللي هو الكمبريسور فلو. طبعا الكمبريسور بريشر بيبقى هنا في حاله اذا كنت هتستخدم سنجل بريشر ريدكشن، يعني هتستخدم بي ار في واحد او هتستخدم بي ار في على مرحلتين، تمام. فلو واحد يبقى هنا المصدر بتاعك بيبقى 850 كيلو باسكال. لو التخفيض بتاعك على مرحلتين اللي هي دبل بريشر ريدكشن يبقى هنا البريشر بتاعك بيبقى 11 بار اللي هي 1100 كيلو باسكال. نمبر اوف كومبريسور از ايه 1 فور ايفن سمبلكس اور ايه اور دوبلكس، يعني انت لو هتستخدم واحده سمبلكس يبقى فيها كومبريسور واحد هو ده اللي بيستخدم برايمري، لو هتجيب واحده دوبلكس يبقى واحده فيهم هتستخدم كبرايمري والثانيه سكندري. طبعا بيبقى فيه هنا اير دراير، بيبقى نوع ريفريجريتد او ديسكانت او غيرها، ويبقى بعد كده بتستخدم واحد ديوتي اير ريسيفر، تمام. احيانا بيجي عندك الوحده كامله مع بعضها، يعني بتيجي الكمبريسور مع الاير ريسيفر مع الدراير كلها كوحده باكج كده، وبتيجي بتركبها وتستخدمها على طول في السايت بتاعك. ده بالنسبه لحساب حجم اللي هو الفيزل نفسه، فبتشوف كميه الديماند قد ايه، وعلى اساسها بيقول لك ان هي تعادل مثلا 1 في 200% من الديزاين فلو. يعني فرضنا مثلا طلع عندي 400 لتر بير مينت، تمام، يبقى 400 اروح ضربها في 200% يبقى هنا 800، يبقى يطلع عندك القيمه بتاعه الفيزل سايز 800 لتر، تمام. هو ده اللي هو الحجم بتاع الاير ريسيفر او اللي هو الصوانه بتاعه ايه بتاعه الهواء، تمام. ده في حاله اذا كنت هتستخدم سنجل بريشر ريدكشن في السيرجيكال اير، يبقى هنا في الحاله دهيت بيبقى عندك السورس بتاعك الاساسي بيبقى عند 8.5 بار، ومدي لك هنا سماحيه انك تنخفض لحد ما بتوصل لحدود بريشر 700 كيلو باسكال، تمام. لحدود بريشر كام؟ 700 كيلو باسكال. طبعا هنا بيدي لك القيم بتاعت السيت بوينت سواء كان الهاي بريشر او اللو بريشر، والبريشر بتاع السيفتي فولف. لو انت هتستخدم دبل، يعني هتستخدم هنا كومبريسور او هتستخدم يعني التخفيض بتاعك على مرحلتين او تو ستيج، يعني اللي هي دبل بريشر ريدكشن، في الحاله ديت بيبقى عندك السورس الاساسي بيبقى 11 بار، وبعد كده عند صمام التخفيض الاولاني بيبقى 900 كيلو باسكال، وبعد كده بتعمل تخفيض من 900 لحد ما بيوصل 700 كيلو باسكال. السكندري سورس بتاع السيرجيكال اير بيبقى هنا يوز مانيفولد از سكندري سورس، يبقى هنا الفوليوم بيساوي ايه، يبقى بيساوي ده بيبقى طبعا اسطوانات، تمام. فهنا بتشوف الديماند بتاعك قد ايه، بتضربها في 60 في 4 ساعات فبيطلع لك الحجم، تقسمها على 6220 فبيطلع لك حجم ايه او عدد الاسطوانات بتاعتك، بتقسمها على 2 بانك. طبعا لو كان عندك البرايمر سورس ده عباره عن دوبلكس كومبريسور اللي هو بيبقى واحده فيها 2 كومبريسور، يبقى واحده بتستخدمها كحاجه اساسيه والثانيه بتستخدمها ايه في اللي هي كمصدر سكندري. بالنسبه لي اللي هو الريزيرف، فبرضه هنا ايه بتشوف عندك الاستهلاك بتاعك قد ايه كفلو، يعني بضربها في 60 في 4 فبيطلع عدد اللي هي بيطلع حجم اللي هي الغاز الكلي، بقسمها على حجم الاسطوانه الواحده فبيطلع عدد اللي هي الاسطوانات اللي انا محتاجه، بقسمها على 2 ايه على 2 بانكس. ده بالنسبه لمين؟ لي اللي هو الميديكال اير، بالنسبه اسف لي السيرجيكال اير. هذا هو سيرجيكال اير، فبيدي لك اللي هي برضو الاعتبارات كلها اللي انت هتستخدمها سواء كان السيمبلكس او الدوبلكس، فبيغير لك معاه اللي هي النتائج اللي انت بتحتاجها. وطبعا هنا مدي لك برضو اللي هي الاوبشن او الاختيار اذا كان عندك الريدكشن بتاعك بيتم على مرحله واحده او ايه او مرحلتين. طيب يعني امتى انا بستخدم مرحله واحده وامتى بستخدم مرحلتين؟ لو انا عندي المستشفى كبيره مساحتها كبيره همشي بالبايب روتنج كبير، فهنا بعمل التخفيض بتاع على ايه على مرحلتين. يعني مثلا بعمل وليكن صمام تخفيض من عند الجاس سورس لحد مثلا ايه لحد اللي هي طلعت الرايزر، وبعد كده عند دخله الرايزر نفسها بروح حاطط السكند بي ار في، تمام، بحيث ان انا اتغلب على الارتفاع الكبير دوت وبتغلب على اللي هي الاطوال بتاعه المواسير الكبيره.
لو المستشفى محدودة يعني حجمها مش كبير والبريشر دروب المتوقع فيها مش عالي، فساعتها بستخدم اللي هو سنجل سنجل بريشر ريدكشن. يبقى هنا مجرد بس ان انا بركب بس بي ار في على السورس بتاعي، وبعد كده بعمل اللي هو التخفيض اللي انا محتاجه من الضغط اللي هو 850 لحد اللي هي 700 كيلو 700 كيلو بس كده. طيب بالنسبه لي برضو السيرجيكال اير زي ما قلنا ان هو ممكن يبقى جزء من اجزاء اللي هي البلامنج، جزء من اجزاء اللي هي الميديكال اير، يعني هنا ممكن يبقى كومباين مع الميديكال اير. طيب بعد كده بيبقى في عندي حاجه تانية اللي هي بنسميها الميديكال فاكيوم، برضو بشوف الغرف اللي هي بتحتاج الميديكال فاكيوم، وبدخل على معادلات بتاعه الدايفرسيفايد فلو، فبحسب الفلو كل اللي انا محتاجه تمام. وبعد كده بختار السورس بتاعي سواء كان تو كومبريسور اوف تريبلكس بامب سيستم. يبقى هنا قدامك تو اوبشن، اما ان انت بتجيب واحده اللي هي تريبلكس بيبقى فيها ثلاث طلمبات اللي هي بتاعه الفاكيوم، او بتجيب واحده فيها واحده رباعيه بيبقى فيها اربع طلمبات فاكيوم تمام. ففي كلتا الحالتين انت بتستخدم اثنين منهم كبرايمري، واللي بيتفضل او بيتبقى من اللي هي الواحده بتاعتك هو ده اللي بيبقى السكندري. في حاله التريبلكس بيبقى السيرد بامب اوف تريبلكس سيستم يبقى سكندري سبلاي، وفي حاله الكوادروبلكس بيبقى الاثنين التانيين غير اللي هي بتستخدمهم كبرايمري. والريزرف بتاعك بتبقى طلمبه بقى موجوده اون سايت، يعني هي بتبقى عند الاستخدام بس، اللي هي بنسميها بورتابل سكشن اكيومنت. لحساب البامب فلو برضو بتشوف عندك الديماند قد ايه، فهو ده الاستهلاك بتاعك او اللي هي الحجم بتاعك اللي انت او الساعه بتاعت البامب الفاكيوم بامب اللي انت محتاجها. طبعا البامب بريشر بيبقى 60 كيلو باسكال، وبيبقى فيه سماحيه بالبريشر دروب لحد ما بيوصل 40 كيلو باسكال. بعد كده الفيزل فوليوم، يبقى هنا الحجم بتاع الفيزل او الفاكيوم ريسيفر تمام، فده بيبقى عباره عن البامب فلو مضروب في واحد في واحد دقيقه تمام، يعني هو من الاخر بيساوي البامب فلو بس باللتر بقى ماشي. هنا بعض الملحوظات اتش بامب اوف تريبلكس اور كوادروبلكس سيليكشن كتالوج هاف كاباسيتي ايكوال تو ايه ديزاين فلو، يبقى تاخد بالك ان كل طلمبه من الطلمبات سواء كانت الثلاثيه او الرباعيه كل واحده فيهم قادر على ان هي تغطي اللي هي الديماند الكل اللي انا محتاجه من الميديكال ذكي. ده قصة التخفيض برضو، ده هو بيبقى عندك السورس نفسه 60 كيلو باسكال، بيبقى فيه بريشر دروب لحد ما بيوصل عند التيرمينال يونت 40 كيلو 40 كيلو باسكال. وطبعا بيبقى فيه هنا بريشر سويتش محطوطة عند السورس نفسه، بيبقى هنا ده عند كام؟ عند 48 كيلو 48 كيلو باسكال. وبالنسبه للخط نفسه بيبقى هنا البريشر سويتش اللي راكب على اللاين اللي هو بيوصل عند التيرمينال يونت بيبقى عند 37 كيلو باسكال بيدي لك الار ماشي. بعد كده عندك في اللي هي الاي جي اس اس او اللي هي الوحده الخاصه بالانسيستك جاز سكافنجنج تمام، برضو بشوف الغرف اللي هي محتاجه الاي جي اس اس تمام، ايه هي والمتطلبات بتاعتها تمام. بعوض في المعادلات اللي هي بتاعه الدايفرسيفايد فلو اللي هي على حسب الديبارتمنت اللي موجود عندي، فبعوض في المعادله المقابله للديبارتمنت بتاعتي. والفي دي نفسها يبقى تعادل 80 لتر بير مينت، يبقى هنا تعادل 80 لتر بير مينت، هنا اداها قيمتين 130 او 80، ده الماكسيمم بتاعها 130 والمينيمم بتاعها بيبقى 80، احنا بنصمم على المينيمم اللي هو 80 لتر بير مينت. بتعوض في المعادله ووفقا لعدد اللي هي الغرف الموجوده او عدد اللي هي الترولي سبيس مثلا، فبتطلع اللي هي القيمه بتاعه الفلو اللي انت محتاجه تمام. البامب فلو برضو هنا يبقى بيساوي الديماند بتاعك، وبعد كده عدد الطلمبات بيبقى 2، بيبقى لازم في واحده اساسيه والتانيه احتياطيه، سواء كان الواحده اللي انت هتجيبها ده هي دوبلكس يبقى هنا واحده فيهم بتبقى اساسيه والتانيه احتياطيه، او هتجيبها سمبلكس يبقى بتجيب معاها واحده تانيه سمبلكس بتبقى احتياطيه ليه ماشي. ودي بتبقى متصل بيها اللي هي التيرمينال يونت الخاصه بالاي جي اس اس اللي هي بتتوصل بعد كده على الاجهزه بتاعه على جهاز التخدير ماشي.
بعد كده if a duplex bomb selected one of them is duty and the other a standby, if simplex bomb selected another one shall be provided as a standby. يعني في كلتا الأحوال سواء كان كنت جبت الواحدة duplex أو واحدة simplex يبقى هنا لازم يبقى فيه واحدة تانية ايه احتياطي. ماشي, فده برضو هتلاقيه عندك في اللي هي gas source اللي هي سواء كان عندك medical air surgical air combined, وفي عندك بعد كده اللي هو الميديكال فاكيوم. هنا مدي لك برضو الاختيارات بتاعتها وفقاً للHTM, وبعد كده عندك الEGSS برضو بيدي لك اللي هي الديزاين بتاعه وفقاً للي هي التوتال ديماند اللي انت محتاجها. وطبعا اللي هو الميديكال جاس فلوريت هنا برضو بيدي لك اللي هي على حسب الغرف بتاعتك واللي هي المعدات اللي انت شغال عليها, بتدخل اللي هي عدد الروم او الاستيشن الموجود عندك وبيوجد لك اللي هي توتال ديماند اللي انت محتاجها, بتستخدمها مع الجاس سورس عشان خاطر توجد حجم الطلمبة او توجد اللي هي حجم الاكيومنت اللي انت محتاجها. تمام, نكتفي بهذا القدر واشوفكم باذن الله في المحاضره اللي جايه عشان خاطر نشوف مع بعض ازاي ان احنا بنحدد اللي هي الدايمنشن او الابعاد بتاعه الاكيومنت اللي انا بستخدمها علشان خاطر اما ان انا بوفر غرفة لي اللي هي الميديكال اير اكيوبمنت تمام فبطلبها من المعماري, او ان انا بحتاج مكان مثلا عشان اعمل انستليشن خاص بالفي اي اي مثلا سيستم زي الاكسجين برضو بيطلب من المعماري واللاندسكيب برضو. فازاي نحدد الابعاد بتاعت الاكيوبمنت بتاعتنا ده ان شاء الله هنشوف في المحاضرة اللي جاية. استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.